بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحب إخواني وأحبابي في قناة أحمد العسوي، قناة تلبي كل احتياجات الأسرة، ومع فيديو جديد يا شباب. النهاردة الفيديو بيتكلم عن موضوع خطير جدا يا شباب. انا بيجيلي على القناة بتاعتي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ناس بتبعتلي كتير تقولي انا اشتركت في قناتك واشترك في قناتي، وفي اللي يعرض علي يقولي هشترك في قناتك وانت تشترك في قناة عندي، واللي يقولي هشترك عندي وهشترك باربع ايميلات. فالموضوع ده يا شباب خطير جدا، والموضوع دوت شركة يوتيوب عملت قانون جديد ليه، وهتقفل القنوات اللي بتستخدم الحاجات ديت. طبعا انا كنت شرحت قبل كده في دروس سابقه اللي هي اغلاق ارباح اليوتيوب، واللي هي قوانين اليوتيوب الجديده اللي نزلت، اللي منها شالت فيديوهات كتير من عند ناس وقفلت قنوات، وقنوات كتير ايه اتحذفت. طيب، وبالكلام ده شباب مش كلام من عندي ولا انا بقوله. اولا انا مش عايز اعرض اسامي الناس اللي طلبت مني عشان ما اعملهمش احراج، اذا كان على صفحات التواصل او على القناه هنا، فبرضك لعدم الاحراج مش هظهر اسمهم. وبالدليل يا شباب هوريكم ان شركه يوتيوب عامله قوانين جديده لنظام تبادل الاشتراكات. وانا يا شباب كنت في 6 في 2017 بالظبط، كانت شركة يوتيوب عاملة ان هو مبدع المحتوى او منشئ المحتوى، وكانت عاملة دورة اونلاين، وانا اشتركت في الدورة ديت وقدمت فيها وكنت بحضر الدورات معاهم، وفي ناس كتير كانت مشتركة في الدورة طبعا من جميع انحاء العالم، واتكلموا على ازاي الواحد يبدع في المحتوى وازاي تعمل فيديو، ازاي تعمل اضاءة، اتكلموا عن كل حاجة في الدورة دي. ومن ضمن الكلام برضك اللي اتكلموا عن القوانين والحاجات اللي هبيعملوها عشان يقعوا من يوتيوب، ناس قالت على اللي هي تشترك تبادل الاشتراكات، واللي هم بيخشوا في المواقع اللي يقول لك قطعة مش عارف 10 دولار او دولار قطعة دولار على 10,000 واحد بيشترك في قناتك، والكلام ده اتكلموا في كل حاجة. وانا كنت حذرت وزي ما قلت لكم في فيديوهات قبل كده هتلاقوها على القناة، ان القوانين دي هتبقى قوانين صارمه. وده ادي القانون اللي انا بقول لكم عليه يا شباب، ده اهو، دي صفحه اليوتيوب اللي هو اعداد المشتركين. طبعا كل الكلام دوت يعني انا اختصر لك الكلام، ولو عايز تشوف المحتوى ده كله هتلاقيه موجود على المدونه عندي، والرابط بتاع صفحه يوتيوب اللي هي اعدادات المشتركين. هنا يا شباب ادي كنت اللي كانوا اتكلموا عليه في 2017 زي ما قلت لكم، الدوره كنت مشترك فيها، وبالذات الاجانب اتكلموا في النقطه ديت عن العرب. طبعا دي مواقع وهميه والكلام دوت، ويوتيوب حذرت منها. طيب، وادي كان القانون اللي احنا بنقول عليه يا شباب اهو، كسب المشتركين عبر وسائل اصطناعيه. طبعا هنا بيقول لك ايه ندرك مش عارف ايه، احنا هنجيب لك ايه الاختصار بتاع الكلام ده. لا يسمح بعرض الاشتراكات في قناه منشئ محتوى اخر مقابل، بص يا شباب اهو، لا يسمح عرض الاشتراك في قناه منشئ محتوى اخر، يعني ما تروحش عند قناه واحد تاني تشترك فيها مقابل انه يشترك في قناتك. ما يعرف ايضا بسبب فرصات، اللي هو طبعا احنا عارفين نظام ايه البرامج والحاجات دي اللي احنا حكينا عنها. وقد يخسر منشئ المحتوى الذين يعرضون عملية تبادل مماثلة. وقد يخسر المنشئين المحتوى المماثلة وأن يلتقون إنذار طبعا مخالفة بالبنود، وقد يتم إنهاء قناتهم. فشايفين يا شباب، لأن أنا ناس بقول لكم كتير بعتت لي، وللأسف يا شباب للأسف اللي بيبعت لي بخش عشان أشترك في قناتي، أنا فاهم في قناة بعتت لي واشتركت فيها. انا بخش على قنوات اللي بيبعت لي، بخش للاسف بلاقي منزل مثلا 7 فيديوهات، بخش على الفيديوهات يا شباب بلاقيها عن حاجه واحده بس، والحاجه دي اللي هي المطوشه مثلا، مسجل كل المطوشه من على التلفزيون او من قناه متشفره، وبيجيب لك ملخص القناه الاهداف مثلا. طب انت
فين اللي هم الناس اللي شفتهم قالت عليه مبدع المحتوى؟ يعني فين انت منشئ المحتوى؟ فين المحتوى اللي انت انشاته؟ فين المحتوى اللي انت ابدعت فيه؟ الدورة اللي خدتها دي يا شباب يعني علمتني حاجات كتير بصراحة، واستفدت منها كتير. فانت فين الابداع بتاعك؟ انت حاجة سجلتها من التلفزيون، قصيت منها، عرضتها على اليوتيوب، وطالب مني ان انا اشتري. طيب انا لو اشتركت في قناتك هكتب هقول ايه؟ حاجة واحدة انت كاتبها. ده غير كده كمان، الاقي واحد بدل بعت لي يقول لي اشترك في قناتي، ابص الاقي كله قناة الفيديوهات بيتكلم عن لعبة واحدة، لعبة الفيفا. جايب الفيفا من سنة يمكن 98 ولا 99 لغاية في 2018، وعمال يتكلم على حاجة واحدة. طب فين الإبداع يا شباب؟ فأنا بقول لي يا شباب، رجاء رجاء يعني، يا ريت الناس وبالذات يعني العرب والشباب العربي بلاش الحاجات دي يا جماعة، لأن أهو ده قانون أهي نزلته. ده كنت انا حاضر الكلام ده بقول لكم في 2017، والناس كلمت كتير، الاجانب كتير اتكلموا علينا احنا العرب بقوانين دي. الناس قالت، وفي عرب ردوا عليهم وناس اتكلمت قالت لا مش كلهم، وقالت معظمهم والكلام دوت. فاحنا مش عايزين ندي صوره وحشه للاجانب علينا اكتر ما هم واخدين صوره وحشه. فيا ريت يعني انت نصيحه، انت شوف انت ايه الحاجه اللي انت مستعد فيها، فاهم فيها او بتعرف فيها، بس ما تقوليش بقى انك فاهم في مطوشه الكوره تسجل لي مطوشه وترجع تحطها لي على التلفزيون على اليوتيوب، تسجل من التلفزيون وتحط على اليوتيوب. انت كده ما ابدعتش ولا عملت حاجه، ولا حطيت فكرك ولا ابداعك، ولا عملت حتى منشأ محتوى. فيعني انت شوف انت الحاجه اللي بتاع الرسم مثلا، انت هو الرسم ارسم مثلا، اعمل ازاي، اتعلم مثلا ارسم ازاي، اعمل لوح واعرضها والكلام ده، يكون انت من تصميمك انت. وهنا هو برضك بيتكلموا على شراء مشتركين من مواقع الويب اللي انا كنت لسه مكلمكم عليها، لان عايز اقول لك على حاجه، ان ما كانش انا هشترك في قناتك وانا مقتنع جدا ان انا القناه دي عجبتني والفيديو ده عجبني، لكن لو انا اقتنعت فعلا بالقناه اكيد لازم هشترك. زي ما انا قناتي انا منزل فيديوهات كتيره انا عملتها وحاجات صلحتها وحاجات عملتها بايدي وانا حاجات. المهم نرجع تاني لصفحتنا، انا بقول لك ايه، لا مانع ان تشترك في قناه احد الاصدقاء والعكس. يعني انت ممكن تشترك في قناه انا فعلا لقيتها قناه مفيده واستفدت من الفيديوهات، ممكن اشترك في قناه لو صديقي وهو نفس الحكايه ممكن يشترك. طب ما واحد مثلا هيقول لي ايه، انا ما ممكن نعمل العمليه دي ونقول ان احنا اصدقاء. فانا هرد عليك بابسط حاجه، هشرح لك الموضوع، لان هم شركه يوتيوب مش اغبياء، لان طبعا عندها خزينات بتاعتها والبرامج بتاعتها وبتفهم الحاجات دي. هيقول لي طب هيفهم ازاي يعني انا اشتركت الكلام ده وواحد اشترك عنده، ما هيعرفوا ازاي؟ هشرحها لك بطريقه بسيطه، خليك معايا. بص يا شباب، ده مثال بسيط جدا عشان اوريكم لما كنا احنا في الدار والناس اتكلمت على الحاجات دي، وهم في ناس اقترحت وقالت حاجات عن الموضوع ده. هنفترض دي انا، دي قناتي انا، ماشي، الشخص ده اللي هو انا، ودي القناه بتاعتي، دي قناتك انت، ماشي. انا عندي قناتي دي فيها عدد المشتركين 1200 نفر، وانت عندك مشترك هنا في قناتك 1000 نفر. من ال 1200 عندي دول في 700 مشتركين، اللي هو نظام تبادل الاشتراكات، وانت واحد من ده، انت دي قناتك، انت من ضمن الناس ديت اللي هي عاملين نظام تبادل اشتراكات مع بعضينا. طيب حلو، هم بيبصوا يعني انت، يعني انا بالعقل كده، يعني انا مثلا لو مشترك مثلا مع 10 20 نفر من المشتركين عندي، يعني انا عندي من 1200 مشترك، من 10 منهم، من 50، من 100، مش مشكله عادي. لكن لما يلاقوا 700 مثلا، زي انا بقول لكم كده، من 1200 700، نظام ال 700 دي نظام تبادل الاشتراكات مع بعض، يعني انا مشترك عند ده ومشترك ده عند ده، و700 مشتركين عندي وانا مشترك عند ال 700 دول، ايه هتبان؟ طيب واحد يقول لي طب ما عادي وممكن ايه يعني، ما فيها ايه حتى اشترك مع 1200. حلو، طب لو انت انا مشترك في ال 700 دول، بيبتدوا يبصوا على ال 700 على اللي عندي، يخشوا على قناه اللي هي دول مثلا، اللي هي قناه اللي انت مشترك معايا نظام تبادل الاشتراكات، بيشوفوا المحتوى اللي انت منزله ايه والمحتوى اللي انا منزله ايه. يعني انا
لو لقى مثلا عندي 3 فيديوهات 4 فيديوهات زي ما قلت لكم مثلا عن المطوشه، وقنوات متسجله من التلفزيون زي احنا زي القنوات المتشفره اللي احنا عارفينها، وانت نفس الحكايه مشترك برضك في نفس القنوات دي منزلها 3 4 فيديوهات بتاعت مطوشه، ومنزل مثلا اهداف او الاجوال ولا الكلام دوت، او منزل لعبه وبتتكلم عن لعبه واحده فمثلا في 4 6 فيديوهات، ده مش مشكله. عارف لو بتتكلم عن لعبه يفشل حتى 20 فيديو ليها، بس من ضمن 100 فيديو عندك في العاب اخرى او العاب تانية دي ما فيهاش مشكله، لكن لما تلاقي القناه كلها ما فيهاش غير 10 فيديوهات وبتتكلم عن لعبه واحده فدي ده انا بقول لك يا شباب بصوا لل 700 لا هو 700 انا مشترك فيهم وال 700 مشتركين عندي، طب ماشي هيفوتوا هالة. يبتدوا بقى يبصوا للمحتويات الفيديو ذات نفسه اللي هم بتوع ال 700، هل انت ال 700 دول منزله حاجه جديده، منزله مبدع، ابدعت في منشأ المحتوى؟ طبعا لما هيكتشفوا الحاجات ديت ان ده نظام تبادل اشتراكات ده هيلغوا القناه على طول يا شباب وعن ثقه، زي ما انا قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده وارجعوا لها، ان قلت لكم هيوقفوا قنوات وفعلا وقفوا قنوات، وقلت لكم بعد كده في قانون هيمنع يشيلوا الاعلانات، اهو نزلوا قانون مشان الاعلانات فعلا، لان في الدوره اللي انا قلت لكم دي الا ما اتكلموا في كل حاجه وشرحوا لك ازاي تبدع، وادوا لك عده طرق وجابوا ناس فعلا من اليوتيوب، ناس ابتدات وقنواتهم كبرت ووصلت يمكن بالملايين المشاهدات، وقال لك انه بيعملوا ايه وازاي تبدع وازاي كده، يعني جابوا لنا نماذج حقيقيه. غير كمان لو لقوا ان واحد عامل مثلا 10 ايميلات لليوتيوب عشان يشترك بيها، ويقول لك زي ما بيبعت لك يقول لك هشترك وهشترك، والله اقسم بالله هشترك عندك ب 10 ايميلات برضك، بتعمل حظر يعني بتحذف قناته وبتعمل له حظر على الاي بي، يعني لو اتعمل له يعني لو اتحذف القناه دي مش مشكله، لكن الحظر على الاي بي يا شباب ده فيها مشكله، انك مش هتعرف طول عمرك تفتح اي قناه على اليوتيوب الا بقى لما تغير بقى شركه وتعمل تاني يعني موال تاني. فيعني نصيحه رجاء رجاء لكل الشباب الوطن العربي، يا شباب يا ريت تعملوا حاجه ابداع من نفسكم وتبدعوا، وزي ما قلت لكم كل واحد يتكلم في حاجه بيحبها او حاجه بيهويها او تخصصه، يتكلم عن اي حاجه ما تكونش موجوده قبل كده على اليوتيوب او موجوده بس يضيف عليها هو حاجات تانيه ويخترع فيها. والله يا شباب انا بحلف لكم انا لو بقى في قنوات مشترك فيها فعلا انا لما بخش وبحس ان القنوات دي فعلا فيها حاجه مفيده وانها بتقدم حاجه جديده انا بشترك فيها. فرجاء رجاء رجاء محدش يبعت لي يا شباب يقول لي اشترك في قناتي وانا هشترك في قناتك، واخش الاقي القناه بتاعته يعني ملهاش لازمه خالص ولا فيها اي حاجه. فانا مش عايز اعمل حظر ولا اعمل بلاغ ولا بحبش اذي حد. فياريت يا شباب ما حدش يعمل كده ويبعت لي يقول لي اشترك. لو انت فعلا قناتك مفيده وحاسس انها استفاد، انك انت ممكن تقول يا جماعه ممكن ابسط حاجه تقول والله يا جماعه ممكن تخشوا تتفرجوا على القناه بتاعتي ولو عجبتكم واستفدتوا منها زي ما انا بقول كده في اخر فيديوهاتي، لو استفدتوا منها اشتركوا. بس معلش يا شباب انا طولت عليكم لان الموضوع فعلا موضوع مهم جدا وبقى بيتكرر كتير جدا وبيتكرر في كل وقت وكل شويه، فانا لازم كنت اعمل فيديو وانبه الشباب دوت وانصحهم نصيحه لوجه الله انهم يعملوا بالنصيحه دي. وبرجاء برضك محدش يزعل مني لو لقيت قناه زي كده انا مش هشترك فيها ولا هرد عليه، وربنا يكرم الجميع يا رب. وبعتذر تاني ان انا طولت عليكم، وان شاء الله نلتقي في فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم أخوكم أحمد العيسوي.